قلب ديالي ما علم به الى الله. ملي جا من ديك الساعات هو اللي يقول خصو يعدي، خصو يعدي على برا وصافي. هالخدمه ما معمره له شي العين، بقى هيداك احتقاها. يقول يا ايمن انتوما فقيرين ما عندكم شي، وحنا شنو نبقاو ديما فحالكم؟ انا خصني ما نبقاش في هالحاله هذه. ما عرفتو حي، ما عرفتو ميت، ما عرفتو واكل، ما عرفتو شارب. كان مرضي، كان هو اللي يكون ما عندوش يكون اخر الشهر ويجي لي يضحك رمناني، ولا يجيب لي عابي مدريال ولا الدرهم. ننعس يجيني قبل تعيني نقول انا سماجه، وخا ما يجي شي يكون ها عايش نحس به، يقولوا لي على الروح. الا قالوا لي عباقي بالروح، كيما كان الحال هيدا يرتاح بالي. هو من عام نوال، من عام نوال هو اللي يقول لي اي ما خصني نمشي. عيط لي فحال وقت اليوم، عيطوا لي خوت وقالوا لي يما هو راه انس اللي يقول خصو يمشي على يحرق. وبقينا نحري معاه وعانا نكذب عليه، نقول له اجي يا بني انا باش ندبر لك، انا باش نهم لك مدي عديك، وانا عانا نكذب عليه نقول زعما تح الله ما يمشي شي. شنو كان كيعمل؟ هو كان كيقرا؟ شحال كان عنده سنه؟ عنده 23 سنه. هو قرا يلاه تسعة ما زادش يكمل، وجانا جا خوتو جا يخدم معاه حتى هويا. ايوا بقى هو ما قنعش، ما هاد الخدمه ما معمرالوش، خدم الخياطه فحال خوتو. هاد الخدمه ما معمرالوش العين، دائما عنده هاد الحريق في البال ديالو. يقول يا ايمن انتوما فقيرين ما عندكم شي، وحنا شنو نبقاو ديما فحالكم؟ انا خصني ما نبقاش في هالحاله هذه. نقول له بني هو عاقنا، لما قنعتيش بقى يكون عندك شني ما كان في الدنيا كلشي باش يموت. اللي يقول لي لا، المهم بقى هيداك مصير على ديك المشي. دائما اللي يفكر في الحريق دائما هذه تشوم منو. يا خلينا نقول لك ملي كان يلا جا من البلاد ديالنا جا هنا يخدم، ملي جا من ديك الساعات هو اللي يقول خصو يعدي على برا وصافي. هالخدمه ما معمرالوش العين، بقى هيداك احتقاها. دابا عنده دابا باش يكمل الشهر، عنده 26 يوم باش خرج. ملي خرج جموعه ما عندهم شي خوت من الصح، جاو من الخدمه خوتو، جاب لهم الله زاد السوايع، ولا جات العشيه ما جاش، لا غدا ما جاش. وانا ما بغاوش يقولوها لي، قالوا زعما ما يقولوها لي شي باش ما يخبثونيش. تح الله يولاي ساعه ما ولاش، عاد عيطوا لي كمل 4 ايام عاد قالوها لي. من جيت عيومي هما عيومي سقصي وفيبش السقصي وفيبش ذهو، علمنا المخزن ما خلينا فيها مينا والغلب الله، اللهم لك الحمد. 23 سنة عنده مشي سهلة. العقل ديالي دابا بقى مطمع بالي، نقول ما ربما نعرف شي نهار يجي ولا والله ما نعرف. قلب ديالي ما علم به إلى الله. يعني ما عرفتو حي، ما عرفتو ميت، ما عرفتو واكل، ما عرفتو شارب. وكان مرضي دابا ما كانش دابا شي عايل قبيح ولا شي عايل فيه شي حاجه قبيحه، داخل بالوالده خارج بالوالده. اخر مره هضرتي معاه وصيفط لي الكارطه هذه اللي في التليفون. يعني اخر هضره ما قالكش، ما قالش زعما ما طلعهاش مع النفس. هو ما بغاش يقول لي لا ليلي ولا خوتو باش ما نخليوهش زعما باش ما نحصروهش. عيط لك؟ لا عيط لي وهضر معايا، ما قالليش حتى شي كلمه مره. من حيث هو حصرناه عم نوال، حصرنا حنا وخوتو هنايا، ولو ما بغاش يقول لي زعما بالعاني باش ما نحصروش. صيفط لي الكارطة الاربع الخميس الجمعه مشى. ما صارت لك اوديو داك الوالده تاعي معايا؟ لا ما صيفط لي لا اوديو، ما قالليش حتى شي كلمه، ما طلعاش مع النفس. خا هنايا واحد باقي جالس هنا ناعس، وخرج
تا الحوايج ديالو لماري وخلاه معمر بالحوايج ديالو، تا الحوايج ديالو اللباس ديالو مداش، مدا حوايج معاه، مدا شي تا حاجة، سرب ومشى. كيف تخلص داك مشى، مشى هما هما ولعيد العيلة دختي، هاداك دا عندي صاحبي جوج د العيال، 23 سنة، 23 ماشي سهلة، باش ربي تكبره وتوجدو ويغبر في لحظة، ولا أثر ولا غبر ولا حتى شي حاجة من الصبلة. كان قال لي أنا ماشي، تبردت لي جيب لي الله، تقيت المستحيل وتحصرتو، ما خصني فلوس، ما خصني حتى حاجة، خصني عا أنس، أنس أنس خصني. كيفاش كان أنس معاك؟ كيفاش كان؟ كان مرضي، كان هو اللي يكون ما عندوش تا ما عندوش، يكون آخر د الشهر ويجي لي يطحي غرمناني، ولا يجيب لي عابي مدريال ولا الدرهم ويجيبوا لي يطحيه لاخر د الشهر. ما عمره خبثني، ما عمره عذبني، هو كان ديك اللحظه ديك الشيء النوع عنده في الدماغ ديالو اللي يقول لي ايما انا خصني نمشي باش باش نقي لك شي حاجه ما حسن، نتوما ما عندكم شي، نتوما عاد راوش باش نقي لك شي حاجه ما حسن، هذه اللي عندي في البال ديالي. اه نقول هو بني انا ما خصنيش حتى حاجه، انا خصني عنتي نتبقى لي بركه عليا انا وخايده حمد الله، وماشي مشكل عندي ولا ما عندي شي، ماشي مشكل، حمد سيدي ربي، اللي عنده شي يموت، اللي ما عنده شي بشي يموت. كيفاش كيدوزوا لك هاد الايام؟ يقوزوا عليا جهنم الكحله، ننعس يجيني قبل تعيني نقول انا سما جاي، ننفيق نقول دير صح شي، ننتنى الباب دائما ننتنى الباب. دابا غيدخل، دابا غيدخل، دابا العواشر نتينا مخططة، ننتنى العيد يجي وش يجي وخوته هو مش يجيش، لك اللي يشوفني يشوف عين الرحمة فيا ويولي ما خصني لا فلوس، ما خصني حتى حاجة، خصني عا انس، ما خصنيش الفلوس. الا كان عايش يعيط لي، نطلب من الله ونطلب من المحسنين اللي تشافوا داخل الوطن ولا خارج الوطن، نطلب من المحسنين اللي تشافوا. راه العيد ماجي حمدي، هما ماجي ليش العيد. وهذا نطلب من الله من العزيز الكريم اللي تشافو يرحمني، يرحمني عام شي كلمة ولا قداش ما كانت تفرحني، وخا يكون يعطوني عمل صغير يقولوا لي عاوره، وخا ما يجي شي يكون عايش نحس به يقولوا لي عا بالروح، الا قالوا لي عا باقي بالروح كيما كان الحال هيدا يرتاح بالي. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.